خلونا نتوقف كده، يمكن امبارح خدنا قراءه من روسيا، النهارده ناخد قراءه كمان من الولايات المتحده الامريكيه مع الاستاذه هبه القدسي مدير مكتب جريده الشرق الاوسط في واشنطن. برحب بيها معانا في 90 دقيقه. اهلا بيك يا استاذه. استاذه هبه اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ حسام، اهلا بكل المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني شايفين تسارع في وتيره التصريحات والتصريحات المضاده المتعلقة بإمكانيات استخدام السلاح النووي وإمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة، ودي مفردات كان العالم يعني أعتقد أن احنا انتهينا منها بشكل أو بآخر بعد الحرب العالمية الثانية، لكن تسارع وتيرة هذه الأحداث بيدعونا نسأل المراقبين والمحللين، خاصة أنه هناك تصريحات النهاردة روسية أيضا بتقول أنه على لسان ماريا زاخاروفا بتقول أن الولايات المتحدة بما معناه بتتلاعب بفكرة استخدام الأسلحة النووية وأنها تجر روسيا إلى هذا الملعب. قراءة حضرتك إيه لفكرة استخدام السلاح النووي وما يقال في الداخل الأمريكي وعن أيضا إمكانية الوصول لهذه النقطة؟ هناك عدة نقاط في هذه القضية. أولا الاستفتاء الذي جرى، وكما ذكرت ستعلن روسيا والبرلمان الروسي ضم هذه المناطق إلى السيادة الروسية، وبالتالي سيكون أي تحركات أو أي ضربات عسكرية في هذه المناطق التي تعلن روسيا انضمامها للسيادة الأوكرانية ستعني بالتالي رد روسي للدفاع عن هذه المناطق، وهذا يعني يجر حلف الناتو ويجر الولايات المتحدة بشكل مباشر إلى حرب مع الجانب الروسي. البيت الأبيض أعلن منذ قليل أن الولايات المتحدة لن تعترف بهذا الضم، وأنها ترى أن هذه المناطق هي أوكرانية بغض النظر عما سيعلنه الجانب الروسي. لكن المشكلة الحقيقية هو التهديدات الروسية باستخدام السلاح النووي. هناك تحذيرات كثيرة داخل الولايات المتحدة، هناك طيار يحذر من هزيمة مذلة للقوات الروسية، بما يدفع الرئيس بوتين لاستخدام حقيقي للقدرات النووية التي تستخدمها روسيا. التيار آخر يرى أن كل ما يعلنه الرئيس بوتين من تعبئة جزئية وإرسال 300 ألف جندي إلى أرض المعركة وهذه الاستفتاءات وكل هذه التهديدات النووية هي تعبر عن يأس روسي وعن تراجع كبير في ساحة المعركة، وبالتالي لابد أن تستمر الولايات المتحدة في مساندة أوكرانيا ومن ورائها العواصم الأوروبية حتى يتم انتصار حقيقي للقوات الأوكرانية وهزيمة للقوات الروسية. لكن التهديدات الروسية كما قالت كارين فان بير منذ قليل بالسلاح النووي تجد يعني يجري حاليا نوع من التواصل الأمريكي الروسي خلف الكواليس. أوضحه جاك سوليفان يوم الأحد أن هناك بالفعل محادثات أمريكية مع الجانب الروسي توضح تداعيات أن تقدم موسكو على استخدام السلاح النووي، وتداعيات كارثية وحاسمة، وهذا يعني أن هناك تحركات للاستخبارات الأمريكية في وضع سيناريوهات مختلفة لأي احتمالية لاستخدام السلاح النووي. طب هنا لو سمحتي لي يا استاذه هبه، ولو هنا يا استاذه هبه لو سمحتي لي اشير الى نقطه مهمه، هي الى فكره الخطوط الحمراء والخطوط الفاصله. يعني الجانب الروسي بيشير، وعلى لسان كمان السفير الروسي النهارده بيشير الى انه الولايات المتحده اقتربت من الخط الاحمر متعلق بإمكانية تزويد النظام الأوكراني بصواريخ تقدر بيها تضرب بشكل مباشر المناطق اللي هي غالبا هتنضم لروسيا. واحنا عارفين انه في مفاوضات كثيره بشان السلاح الثقيل والاسلحه المتطوره بتاخدها اوكرانيا، ما زالت مع الولايات المتحده متعلقه بالاف 16، متعلقه بمنظومات دفاع صاروخيه متطوره وصواريخ متوسطه
وطويلة المدى. فما هو يعني في هذه النقطة هل حضرتك تعتقد أن الجانب الأمريكي ممكن يذهب إلى تلك النقطة تزويد النظام الأوكراني بصواريخ بعيدة المدى أو بصواريخ تطال المناطق أو تشترك في تزويدهم بالسلاح اللي يهجموا به على المناطق اللي غالبا هتضم إلى روسيا؟ هل ممكن نصل لهذه النقطة ولا لا؟ هو بالفعل الولايات المتحدة البنتاغون أعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بمقدار 1.1 مليار دولار للقوات الأوكرانية، وهذا يعني احتمالية عالية أن تتضمن هذه الحزمة قدرات صاروخية وقدرات أنظمة دفاعية طويلة المدى وصواريخ طويلة المدى، يمكن بالفعل أن يعني تدخل في مواجهة مع المناطق الشرقية التي ستعلن روسيا عن انضمامها، وبالتالي نحن أمام أزمة حقيقية وتصعيد غير مسبوق من استخدام من هذه الحرب الروسية الأوكرانية. كما أيضا إضافة إلى ذلك هناك قلق حتى لو لم تقدم روسيا على استخدام سلاح نووي يعني واسع مدى، وهي تملك أكثر من 5000 رأس نووي في قوات الاستراتيجية، وبالطبع كل رأس حربي هو يعني أكثر قدرة بكثير من الأسلحة النووية التي استخدمتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناجازاكي، فالقدرات النووية الآن أصبحت مدمرة بشكل كبير. لكن المخاوف والسيناريو التي تتحضر لها واشنطن والعواصم الأوروبية ما يعرف باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية، وهي مصممة محدودة الأثر شوي. بالضبط، محدودة في أرض المعركة، لكن في النهاية هذا يعني تصعيد كبير وسترد الولايات المتحدة وحلف الناتو على هذا الأمر. ما بايدن في الأمم المتحدة توعدهم بعواقب كارثية، يعني حدود هذه العواقب الكارثية في وجهة نظر حضرتك ممكن تصل إلى إيه؟ يعني احنا في أسئلة دائمة مع البيت الأبيض. طبعا احنا كلنا بنتكهن وبنحلل يعني الى الآن البيت الأبيض يرفض الإيضاح شكل الرد الأمريكي إذا أقدمت روسيا، ويكتفي بالقول أن هناك تحذيرات قوية وحاسمة وتحذير بتبعات كارثية إذا أقدمت روسيا. هذا يعني أن هناك تواصل ومحادثات خلف الكواليس. المسألة قد تتعلق بتنازلات، هل تتعلق بتنازلات تقدم عليها الدول الغربية فيما يتعلق بهذا الضم الروسي، أم نوع من تهدئة الأوضاع والدعوة إلى مائدة الحوار؟ هناك تيارات ترى أن التصعيد والتهديد الروسي نوع من الابتزاز للجانب الغربي ونوع من التصعيد بما يؤدي إلى جلب الأطراف لطاولة المفاوضات، وبالتالي تمتلك روسيا في هذه الحالة قروض لعب أقوى تمكنها من الحصول على أقصى درجة من التنازلات من الجانب الأوكراني. لكن الصورة قاتمة للغاية إذا يعني خلال الأسابيع القادمة إذا ما تم تصعيد هذا التهديد سواء بالأسلحة التقليدية أو أي أسلحة تكتيكية أو نووية أو حتى بيولوجية وكيميائية. التصعيد متصاعد، وهناك من يقول أن الرئيس بوتين لا يطلق هذه التصريحات في الهواء، وأنه قد يقدم بالفعل، لأنها تكررت أكثر من مرة وديمتري ميدفيديف كررها، يعني أصبح الموضوع دارج بشكل يومي تقريبا. طب اسمحي لي أسأل حضرتك سؤال آخر متعلق بفصل يمكن من فصول الأزمة، وكانت في إشارة روسية النهاردة بشكل لي، وفي حديث أوروبي كبير بيحدث الآن على ضوء وناقشنا الموضوع ده في البرنامج امبارح، على ضوء التفجيرات اللي حدثت أو ما يعتقد أنها تفجيرات لغاية دلوقتي حدثت في خطوط الغاز
اللي بتغذي السويد والدنمارك نورد ستريم 1 و2 والقادمه من روسيا. النهارده كان في تطور انه يعني سياسي بولندي شهير وكان وزير الخارجيه سابق في بولندا وعمل تويته ليها علاقه بالغاز، قال شكرا للولايات المتحده الامريكيه، وطبعا كل واحد التقطها بتفسيراته ومفاهيمه وبدورها في اداره الصراع. في هذا الفصل هل هناك ما يقال عن يعني جديد عن تلك القضيه؟ لان البعض بيقول ان الولايات المتحده حذرت استخباراتيا من خطوه زي دي وحصلت، البعض الاخر بيشير الى اتهامات واضحه انه ممكن تكون الولايات المتحده الامريكيه بتغذي الصراع بخطوه زي دي. يعني على حسب انت بتقف فين او فين خندقك في العالم، كل واحد بيدلي بتصريحاته يعني. فشايف ازاي حركة هذه النقطة لو في جديد فيها ده في الولايات المتحدة؟ الحرب يلقي كل طرف على باللوم على الطرف الآخر. وما حدث في انفجارات يوم الاثنين وتسرب الغاز من خطي انابيب نورد ستريم 1 و2، لان الغاز بعدها ارتفع تاني 30%. نعم، هل يعني تتبادل كل من موسكو وواشنطن الاتهامات في هذه الأعمال التي وصفتها بالتخريبية، وتلقي بالمسؤولية، كل طرف يلقي بالمسؤولية عن الطرف الآخر. لكن البيت الأبيض يعني استهان بهذه الاتهامات ووصفها بأنها أمر يعني غير حقيقي، لكن في النهاية هو بالفعل أن الإدارة الأمريكية حاولت وقف هذا الخط منذ عهد الرئيس ترامب، وكان ربما منذ عهد الرئيس أوباما أيضا، لأن هذا الخط يعطي اليد العليا لروسيا في إمدادات الطاقة إلى أوروبا. وبالفعل تقوم وتدوينة الراجل البولندي ده زودت الموضوع لما قال شكرا للولايات المتحدة وكان وزير خارجية، فأيضا أثارت بعض الشكوك. نعم بالفعل، لكن الولايات المتحدة أعلنت أنها يعني ستقدم كل المساعدة في التحقيقات التي قد تستغرق وقتا طويلا لبيان من المتسبب في هذه التسريبات. لكن في النهاية مهما خرجت نتائج التحقيقات سيكون هناك ظلال من الشك طبعاً. ومن على اتهام الجانب الأمريكي طبعاً. أو على اتهام الجانب الروسي. حرب بروباغندا يا استاذ هيبة، بروباغندا إعلامية تغذي طبعا على حسب انت واقف فين في المعركة. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، اسعدتينا بتحليلات حضرتك، شكرا جزيلا استاذة هيبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الاوسط في واشنطن. وبنحاول دايما نجيب لكم اخر فصول الازمة لان الكل متأثر بيها في اي بقعة من بقع العالم، كلنا متأثرين بما يحدث بشكل او باخر.